أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين تضع الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها البيئية، مشيرا إلى أن العمل مستمر بالتوازي مع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المختلفة. كما نوه سعادة الوزير بالدور المحوري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البارز في دعم جهود الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق الأمن البيئي للجميع. جاء ذلك في إطار تنظيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل التعريفية الأولى لمشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020. وأوضح الدكتور بن دينا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى دعم العمل المبكر لصون التنوع الحيوي عالميا، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المشروع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. تأتي هاي أعمال هذه الورشة كتحضيرا لتحديث الخطة الوطنية للتنوع الحيوي، وهذه تنبثق من التزامات مملكة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وحماية التنوع الحيوي في مملكة البحرين. ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو تسهيل والمشاركة في تحديث هذه الخطة الوطنية، طبعا بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في التنوع الحيوي. من منطلق حرص مملكة البحرين على حماية التنوع البيولوجي انضمت إلى اتفاقية التنوع البيولوجي عام 96، وحيث أن التنوع الحيوي يشهد تدهور على المستوى العالمي، لذلك تم اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ما بعد 2020 في اجتماع الأطراف الأخير 15 في مونتريال كندا سنة 2022، والذي يعتمد على الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي. كما أن هذا الإطار يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد هذا الإطار على أن كافة الدول يجب عليها أن تتخذ الإجراءات والسياسات الخاصة لحماية التنوع الحيوي فيها للوصول إلى الرؤية العالمية للعيش بوئام مع الطبيعة بحلول عام 2050. سعيدة اليوم بمشاركتي في ورشة الإعداد للعمل على الإطار العالمي للتنوع الحيوي في مملكة البحرين واللي تنظمه المجلس الأعلى للبيئة. مشكورين أن هم جمعونا اليوم في هذه الورشة، وصراحة يعني اختاروا فئات وجهات معنية فعلا بهذا الموضوع، وموضوع التنوع الحيوي هو موضوع جدا مهم. المفروض أن الكل يعمل على تقليل الآثار اللي إحنا اليوم قاعدين نستخدمها مثل المبيدات وغيرها في الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحرين.